مباراة استكمال في الجولة السادسة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة في اليوم الثاني في هذه البطولة المحببة والمثيرة بموسم استثنائي يتزين بالاسم الكبير لسمو ولي العهد، ومباراة في مدينة الملك عبد الله، مباراة صاحب المركز العاشر فريق الرائد جلب 5 نقاط من 5 مباريات الريداوي، فاز في 1 الجولة الماضية، تعادل 2 وخسر في 2 مباراة، فريق الرائد مسجل 7 أهداف عليه 9 الفريق الريداوي. مع المدربين واللاعبين ضربة البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيتي محدثكم أحمد خالد النفيسة في الجولة السادسة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. مباراة يستقبل بها فريق الرائد لليوم ومهاجم المتألق اللي معاه الكورة، نقول اسمه بهجمة، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. صالح الشهري مسجل 2 في الجولة الماضية، أساسي مهاجم سعودي بسن صغير وعنده 2 ثلاث أهداف، المهاجم السعودي أيضا حمد الجهيوم. هذه عرضية كانت جميلة بتناغم مغربي في اللقطة الماضية بين الغناسي وبين حمودان. هذه صورة على هاسي، وهذا حمودان اللاعب المغربي واللي كل مسيرته الرياضية موجودة مع الفريق المغربي اتحاد طنجة. شوف الكرة الماضية من الغناسي لحمودان، الكرة عدت للعمري لياسين، الآن ياسين يمر يلعب لمسة جميلة لسوادي، ياسين الآن العرضية لحمودان داخل، والمتابعة لكن بسيطرة الأوكراني كوفال. هذا لاجامي، ركلة ركنية الآن في دقائق أولى ملعوبة، سوادي موجود الكرة الآن، عطوا الآن في هذه الفرصة يلعب بالجال، مرمى خطيرة رايحة، لكن الفهد لاعب تقريبا الوحيد اللي في التشكيلة بطل دوري في 2013 مع فريق الفتح، بعدها بالرأس والكرة تلعبت رمي التماس، والآن أخرى ومستمر اللعب، هذا غناسي والكرة عرضية الآن ملعوبة بحثا عن صالح، تأتي حمودان وهذا غناسي، حمودان خطيرة تعدي مفتكة فتحوية الآن بحثا عن المرتدة الآن، وسلاتي في المدرج الخاص لجمهور الرائد، الحضور تكفل بكل التذاكر من أجل الحضور. على كرة ملعوبة الآن، تمريرة جهيم، فرصة فتحوية يراوغ، هذه فرصة جول، الله يا جهيم، جهز لمن؟ للآن من الخلف تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب، فرصة جيدة وتصرف ممتاز من الجيم اللي انفرد وعدم الحارس ولعب العرضية أكثر من فرصة. شوف كيف تلعبت هذه التمريرة من منصور حمزي للجيم، راوغ عطوة الثانية، شاف الزاوية ضيقة، أتت الفرصة ممكن حمزي مع الشنيحي، والتسديدة أتت من العمار الأوكراني، وهنا سوادي في كرة ثابتة يلعبها لرأسية متابعة كوفال في الإبعاد، والكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب بحثا عن صالح الشهري للهداف، هذا كوفال. الفكرة دينامو كييف دائما يعيره من فترات، الحارس اللي أمامنا 25 سنة وطوله 190 سنتيمتر، ما شاء الله، هذا لاعب الأوكراني دينامو كييف، يعني من تعاقد معه في 2010 ومستمر العقد مع دينامو كييف، وعار للعديد من الأندية دينامو كييف. أتحدث عن الحارس كوفال. عمري الآن يتقدم في هذه الكرة، تحرك بشكل جميل حساني الآن تحرك، انطلق لجامي بالرأس، هل فيها مغالطة؟ لكن فعلا فيها صعوبة على زميلة كوفال، الكرة ما فيها أي شيء. لقطة بعدها لجامي، تحرك كان جميل من حساني الدولي المختوني، يتقدم بشكل جيد الآن، وسلاتي جهز للتسديد وتعدي من عطوة، يتابع شنيحي، فرصة جول، غلاتنبرغ، هذه الكرة كيف تلعبت وارتدت من المدافع ثم العمري، احتسبت أنها تمريرة، فعلا تمريرة، لو ما كملها حمد الجيم لو قاتل اللي هو شنيحي وكملها في المرمى جول، لكن اعتبرت هنا تمريرة وفي موقف تسلل الماضية، وبالتالي انفراد آخر، الله سجل، ألغى هدف يجي بعده، ألغى هدف.
هدف يجي بعده من الكابيتانو محمد الفهد للنموذجي جول للنموذجي جول الفهد يسجل يتجه للسير فتحي للمدرب اللي قدمه من سن صغيرة يتجه للدكة وأيضا لي أحد بالتأكيد أعضاء الجهاز الفني في أمر نفسي بالتأكيد سنوات وسنوات. هذه لقطة أخرى خطأ آخر الجهيم منفرد الكابيتانو ولعبها بالعقل لعبها بلمسة ذكية من أمام دوخة ليسجل هدف أول فتحاوي وليؤكد استمرارية التفوق الفتحاوي تاريخيا على الرائد. هذه اللقطة شوف أحمد المبارك ونتيجة الواحد هذا صالح يجيب الواحد جول 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 حمودان أضاع كرة صالح فرصة محققة للريداوي فرصة جول للرداوي. شوف الكرة لعبها صح لكن ليس بالقوة المنتظرة. صالح الشهري وحمودان حاول لك شوف لجامي المدافع الشاب ينجح في إبعاد هدف بشكل جميل. ياسين غناسي الآن ينطلق في كرة خمس دقائق باقية تلعب كرة الآن حساني باحثا عن تعديل سوادي الآن يلعب عرضية لمن قادم الخلف متابعة أخرى لكن إبعاد فرصة ثمينة جدا تضيع على ياسين غناسي وكم هو بحاجة لهذا الهدف فريق الرائد لكن تضيع. الفهد يمرر يلعب وسلاتي عرض ودوخة يسيطر عليها عز الدين دوخة في اللقطة الماضية أنقذ هدف حتى كرة الهدف اللي ألغى الهدف الأبيض اللي ألغى قبل الهدف المعتمد. الكرة الفهد دازال على الكرة الآن في اليسار ياسين بحث الرائد الآن عن التهديف ملعوبة اللي تأتي إبعاد من لاجامي يدخل الآن أمورا مع حمودان أمورا يعرض وهذه كرة ملعوبة لمن في سقوط ما في قرار 0-0 مع القادسية في الجولة الأولى 0-0 مع الوحدة في الجولة الثانية في ملعبه وأمام الشباب لكن هذا انفراد الجهيم الثاني يلعب وتضيع حالة انفراد الفتح الجهيم ماذا أضاع في اللقطة الماضية فكرة جيدة لكن الكرة بعيدة حالة انفراد يا جهيم باليسرى في نادي تولون تلعب الكرة الآن وسلاتي يلعب الكرة الآن جميلة بحث عن نعماني إبعاد جميل من بالقروي في هذه اللقطة تأتي الآن سوادي في هذه الكرة يلعب حساني الآن في المحاولة وخطأ لصالح فرحان من أجل إيجاد حلول في المباراة للعودة للرعد ذاك الفتح يتألق في المباراة الكرة ملعوبة الآن عالية العمار ورأسية الجهيم إلى خارج أرضية الملعب لا والله هذا شنيحي اللي لعبها والجهيم يخرج يعني خلاص نفذ الصبر للمدربين الاثنين بالمهاجمين الجهيم ضيع فرص صالح الشهري ما نجح من أمام نعماني وكان عنده فرصة إجواو رقم 90 في هذه الكرة يلعب فرصة للفتح من العمار الظهير والكرة إلى ركلة ركنية فتحاوية هذا العمار ظهير الأيسر 24 سنة وشوف الانطلاقة الماضية في هذه الكرة مر من الجميع أمور الآن في الكرة يلعب كرة في اليسار لسوادي يلعبها عالية محاولة رأسية بتجاه المرمى أبو شرارة نفس المشهد كان في مباراة الفيحاء أضاع بنفس الطريقة مطلوب تركيز أكثر وممكن هذه طبعا قلة المشاركات لكن ممكن في بعض المحاولات ينجح هذه كرة تأتي وسبق أن سجل في أرضية هذا الملعب حينما كان لاعبا للقادسية سجل يعرف هذا الملعب ويعرف يسجل فيه أبو شرارة تأتي الكرة الآن فرحان اللي تأتي الآن شامخ القدم اليسرى مع حمودان لازم يلف يلعب العرضية ورأسية لكن برج المراقبة الدفاعي ما شاء الله تلعب الكرة الآن أمورا مع العرضية نعماني متمركز أمورا الآن يعرض يبعدون عن نعماني لكنها تأتي من القادم من الخلف حمودان وكوفال يسيطر على الكرة
هذا أمارة يعني ما شاء الله تبارك الله يحاولون العرضيات تكون. وفي هذه المباراة حتى الآن ربع ساعة 1-0 للفتح، هذه فرصة حقيقية. الآن تجهيز للتسديد، كوفال يبعد وارتباك وركلة مرمى، ركلة زاوية، عدم تفاهم مع العمار. والفتح يهدد، الفتح يخلص ولا يسجل؟ يخلص. أجيري جراي ضيع الفتح فرصة أخرى. سوادي وقفته مو وقفة لاعب يشوت. شامخ يلعب جا المرمى، الله! يوه كيف ضاعت مثل هذه الكرة؟ عطوة حاول وسدد من أمام المرمى. شوف الكرة باليسرى اتجهت، دخلت ولا معبرة؟ الفار يتكلم. عطوة حاول وحكم مباراة راح يشوف، راح يحاول يتابع، لكن هنا شوف المتابعة، لعبة مدافع وأمام مرمى خالي، تماما، ما في أحد عطوة الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أعتقد لقطة فيها شغل فار كثير، اللقطة كرة الشامخ، هل لما أبعدها كوفال اجتازت؟ راح يكون فيها حديث، وهذا الحديث راح يكون حاضر الآن، يقول ما في جول، خلاص اعتمدت الكرة لم تجتاز الخط. أجيري جراي فرصة التعويض والجول، الله يا نموذجي، خلص أخيرا المباراة. جواو بيدرو بيريرا دوس سانتوس يسجل ويخلص، بعد المغامرة في الدقيقة 89. تنتهي القصة بالتنويم المغناطيسي لفتح الجبال، وفريق الفتح شال القميص، واللي مسكه الحكم. العادة المهاجم يخبي القميص ويحاول يلبسه بسرعة، هذا الحكم هو اللي أخذ القميص. انتهت المباراة، جيم أوفر، خلاص أنهاها الفتح. أبو قميص ممزق هنا، أجيري جراي يصنع لجواو بيدرو الهدف اللاتيني البرازيلي الأوراغواياني في لحظة الخلاص للنموذجي في مباراة تكتيكية نموذجية. وتكون 3-0، راح تتوقع أن المباراة كاملة بالسيطرة للفتح. المجحد الآن، صاحب 20 سنة يفجر له صاروخ في الشباك الرداوية. يا الله المجحد يسجل هدف رائع للنموذجي، رائع لأبطال الدوري 2013، يسجل ويروح للمدرب اللي أعطاه الفرصة، محمد المجحد 20 سنة يسجل هدف رائع للنموذجي. للفتحاوي يسجل هدف روعة وقمة الروعة يا المجحد. شوف التجهيز، وهوب، الله يا المجحد، الله يا الفتحاوي، هدف خلاص ثالث، يقول لهم من زمان كذا يا الفتحاوي.